بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ومنها تحريق أمكنة المعصية وهدم وتحريق الأماكن التي يعصى الله فيها ورسوله. فصل. هدم وتحريق الأماكن التي يعصى الله ورسوله فيها، ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذا قول المؤلف رحمه الله تعالى: هدمه وتحريق الأماكن التي يعصى الله ورسوله فيها، أي أنه يجب إزالة وهدم وتحريق الأماكن المبنية على غير طاعة الله جل وعلا، والتي يراد منها المعصية، حتى وإن كانت تستعمل أحيانا في الطاعة فلا يكفي ذلك. فهذا المسجد قد يصلي فيه ناس أتقياء بررة يطلبون الخير من الله جل وعلا وهم مؤمنون، لكن لما كان تأسيسه لهذا الغرض، تأسيسه لمحاربة الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومأوى للظلمة والمجامع الشريرية، كان هدمه واجب. فأوجب الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هدمه وإزالته، فقال: لا تقم فيه أبدا، فلا تجوز الصلاة فيه ولا العمل الصالح فيه، حتى وإن كان ما يقدمه المرء عملا صالحا، فلا يجوز أن يستعمل هذا في هذا وذا. فينظر إن كان أصل بنائه لتقوى الله جل وعلا فيقدم ويبقى مع المسلمين، أما إن كان أصل بنائه للضرار
ولإلقاء الفتنة والتفريق بين المؤمنين، فيجب هدمه وإزالته. وهكذا كل بناء بني على غير طاعة الله. نعم. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، يعني محل مجمع أماكن متعددة يباع فيها الخمر. فلما علم بها عمر رضي الله عنه حرقها وأتلفها، ولا يجوز بقاؤها، بل لما كانت مجمع لبيع الخمور والمحرمات أمر رضي الله عنه بإحراقها وإتلافها. نعم. وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا. هذا رويشد الثقفي يقال أنه من الصحابة ويقال أنه من غيرهم، فلم يثبت أنه كان من الصحابة، وكان عنده حانوت يبيع فيه الخمر، فأمر عمر رضي الله عنه بتحريق هذا الحانوت، وقال أنت فويسق ولست رويشد، لأن اسم صاحبه رويشد الثقفي، فقال أنت فويسق، فحرقه رضي الله عنه مع ما فيه من المباح، لأنه يباع فيه الخمر وغيره، فيجوز أن يكون يباع فيه الشيء المباحات، لكن لما كان الغالب فيه بيع الخمر أمر بإحراقه رضي الله عنه، وغير اسم صاحبه، قال أنت فويسق ولست رويشد. وهو الظاهر أنه والله أعلم أنه ليس من الصحابة، لأن ابن حجر رحمه الله قال إن هذا من الصحابة. كيف قال من الصحابة؟ قال إنه مولود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المولودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وآمنوا وصدقوا بالله ورسوله فكانوا من الصحابة، فنقول يجوز أنه من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم فيهم الفساق، فيهم من ليس معصوم، ليس معصوم وممنوع من المعصية، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا ليس من الصحابة، لأن ابن حجر استدلل على أنه من الصحابة بكبر سنه، بكبر سنه، ليس من التابعين المولودين في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مولود قبل، فيجوز أنه من الصحابة ويجوز أنه من غير الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحتى لو كان من الصحابة فليس معصوم، ليس معصوم عن بيع الخمر، قد يجوز يفسق يبيع الخمر، والله أعلم. وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا. وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اتخذ بيتا في إمارته ووضع فيه بابا يقفل، فعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فقال لا يليق بالموظف الذي هيأ نفسه لخدمة المسلمين
أن يصلق الباب دونهم، بل يفتح الباب دائما وأبدا ويجعله مفتوحا لصاحب الحاجة، فأمر بتحريق الباب ليفتح وليكون مأوى ومرجعا للمسلمين في كل وقت. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبر هو عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة والجمعة بالنار مع ما فيها من النساء والذرية، وقال: هو المانع لي، لولا وجود النساء والذرية لحرقتها، تعذيبا وزجرا لأصحابها الذين يتخلفون في البيوت عن صلاة الجمعة والجماعة. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا المسجد بني أصلا لمأوى للمنافقين ومأوى لمن حارب الله ورسوله. لما هذا الرجل الذي حارب الله ورسوله ذهب إلى الروم فقال للمنافقين من مثله: عليكم أن تبنوا مأوى لنا علشان لا جئنا نأوي إليه ونسكن فيه، فابنوهم على شكل مسجد، وقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا من الرسول محمد أن يصلي فيه حتى يزول الشك والريب عن هذا المسجد. فبنوه امتثالا لأمر هذا الفاسق، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا في حينا ليصلي فيه الفقراء ويصلي فيه العاجزون والمرضى، فنحب أن تصلي فيه لنا لتنزل البركة على هذا المسجد. وهم لا يريدون ذلك، معلوم أنهم يريدونه مأوى للمنافقين، لكن يريدون أن يكون بعيدا عن الشك والريب. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ذلك: لان معهم واستجاب، وقال: إنا على جناح سفرنا الآن، بسفر تبوك رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا أراد الله ورجعنا صلينا في مسجدكم. فلما صار قريبا من المدينة كاد أن يصل إليها أنزل الله جل وعلا عليه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد الذي أسس على التقوى قيل هو المسجد النبوي، وقيل هو مسجد قباء. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعدما نستجمر بالحجر بعد البول أو الغائط نتبعه، نغسل أدبارنا وفروجنا بالماء. فقال: هذا الذي أثنى الله عليكم به.
الله يحب المطهرين. فلما نزلت عليه هذه الآية إن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين أمر اثنين من الأنصار رضي الله عنهم أن يذهبا إلى هذا المسجد فيحرقوه. فذهب اثنان أحدهما من أهل حيه ومن جماعة المسجد يصلي في المسجد ربما أنه قبل أن يذهب إلى مع النبي إلى تبوك. فذهب الرجلان وقال أحدهم للآخر أنا أريد أن أذهب إلى أهلي لأحضر نارا لهذا المسجد نحرقه فانتظرني. فذهب الرجل وأحضر النار وذهب إلى المسجد وأحرقه على من فيه وما وجدوا فيه أحدا لأنهم فروا وهربوا. فالله جل وعلا أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع عن الصلاة في هذا المسجد الذي بني على الضرار مع أن فيه جماعة أخيار لكنهم قلة، الكثرة منافقون، والأخيار لا يعلمون عما فيه وعما في نيتهم. فلما لم يعلموا أخبرهم الله جل وعلا العالم بالسر وما هو أخفى من السر إن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الآيات. فأمر صلى الله عليه وسلم بتحريق هذا المسجد لأنه بني على غير تقوى من الله وجل وعلا. فهذا وإن كان بذل فيها أموال طائلة بعضها وقف وبعضها يريد صاحبها القربة والتقرب إلى الله جل وعلا فإن الوقف هذا غير صحيح ولا يتقرب بهذا الذي أريد به غير ذلك فأمر بهدمه وإتلافه. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. ما كان هذا البناء بني على غير بر بني على غير تقرب إلى الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يصلي فيه أبدا كما لم يصح وقف هذا المسجد. ما يقال إن هذا وقف إن هذا مسجد وقف لله تعالى فيجب بقاؤه نقول لا يجب إتلافه. لو أتانا مسجد مثلا يبني على الشرك أو بني على دعوة غير الله جل وعلا فعلينا أن نسعى في هدمه وإزالته حتى وإن كان بذلت فيه أموال وقفية لله تعالى يريد صاحبها التقرب إلى الله جل وعلا فما دام أنها بنيت على غير تقوى من الله فيجب إزالة هذا الوقف. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فرحمهم الله قالوا إذا بني المسجد على قبر فيجب هدم المسجد وإذا أدخل القبر في المسجد المبني سابقا فيجب أن ينبش القبر ويخرج من المسجد. فالحقية للأول منهما السابق إذا كان المبني الأول القبر إذا كان القبر بني على المسجد فيجب هدم المسجد إذا كان الأول هو المسجد إذا كان الأول هو القبر وبني على المسجد يجب هدم المسجد وإذا كان الأول هو القبر
فيجب هدم المسجد. وإذا كان الأول هو القبر كان الأول هو القبر والمسجد بني عليه يجب هدم المسجد. إذا كان الأول هو المسجد والقبر بني عليه وضع فيه فيجب إزالة القبر ولا يجوز بقاؤه في المسجد، فلا حقية للسابق منهما. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه. الأول الذي يطرأ على الآخر الذي يوجد أخيرا يمنع منه، إذا كان القبر هو الذي بني أولا، القبر موجود من سابق وإنما بني عليه مسجد، فيجب هدم هذا المسجد. أما إذا كان المبنى المسجد أول، المسجد أول ووضع فيه قبر، قال مثلا صاحبه إذا أنا مت ادفنوني في مسجدي هذا، فنقول يجب أن ينبش القبر ويخرج من المسجد. فلا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمعان جميعا في مكان واحد. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فلو وضعا معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز. لو قال مثلا صاحب المال هذه 10,000 يبنى بها مسجد هو قبري، يكون قبري في المسجد هذا إذا متنا، فابنوا المسجد وضعوا قبري فيه، فنقول يجب إزالة الأمرين معا، لأن كل واحد بني على الآخر. ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. يعني هذه غربة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه نهى أن تبنى المساجد على القبور، وكونه نهى أن تدخل القبور في المساجد، مع ذلك تجد المساجد كلها إلا ما شاء الله، إلا في هذه الجزيرة العربية تجدها كلها مبنية على القبور، وهذا مخالفة صريحة لدين الإسلام، ولا يجوز للمسلم ذلك. لكن لغلبة الجهل والضلال بنوا المساجد على القبور وجعلوا القبور داخل المساجد، وهذا منكر فظيع، منكر محرم لا يجوز. فصل: ما جاء في إنشاد الشعر لمن سره أمر. هل يجوز إنشاد الشعر لمن استبشر بشيء أو لا يجوز؟ يقال الشعر لا يجوز إنشاده في المساجد، نقول نعم لا يجوز، إلا إذا كان الشعر فيه نصر للإسلام والمسلمين، إذا كان فيه بيان لحقيقة الإسلام، إذا كان فعل ذلك يسر المسلمين، فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، كما أنشد العباس رضي الله عنه
شعره الذي قاله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. نعم. ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من له، كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر، ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. يقول إن هذا إلقاء الشعر والغنى والطلب والكلام الزين الحسن، هذا حسن إذا ألقي استبشارا بقدوم قادم لا بأس به، بخلاف غيره مما تعلق واقترن بالإثم كأكل العنب. أكل العنب ليس به شيء، لكنه لما اقترن بشرب الخمر وجعل من نوع الخمر منع أكل العنب لأجل أن يمتنع المسلمون من الخمر. أما العنب السالم البري الظاهر فلا ينهى عنه، فلا ينهى عن شرب الخمر وأكل الأشياء الطيبة، لا ينهى عن شرب العصير ولا الفواكه ولا معصور الفواكه، لا ينهى عن ذلك ما لم تكن محرما. فواحد مثلا اشترى كيلو عنب وعصره وشربه، هل نمنعه من ذلك؟ لا، يعني هذا يقول أنا ما يناسب لي لا أكلته هكذا وإنما أريد عصره، يقول هذا حسن لا بأس. لكن إذا عصره وخمره وجعله يتخمر منعنا من ذلك، قلنا لا هذا محرم لأن الخمر ممنوع. ومنها استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين والممدوحين من الفروق، وقد قال أحثوا في وجوه المداحين التراب. المدح المحرم ممنوع، لكن لو جاءنا شخص يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه وما هو الواقع أثنينا عليه وشكرناه وقبلنا منه، لأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق المدح، والرسول صلى الله عليه وسلم مأمون بأنه لا يرفعه المدح ولا يضره، بخلاف العادي الشخص العادي إذا مدح قال من أنا؟ في أنا شيء؟ أنا محبوب عند الناس كذا كذا، ثم يتكبر ويتعاظم، والواجب في المسلم التواضع. ومن استماع النبي صلى الله عليه وسلم، استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام بل قبل منهم المدح لأنه عليه الصلاة والسلام يستحق المدح والثناء. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لا يضيره المدح، لا يرفعه عن منزلته، لا يتغطرس، معصوم، لا يرد، لا يجعله يتكبر على الناس، هو معصوم من هذه كلها عليه الصلاة والسلام.
ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. نقول نعم، يقول ارموا وجوه المداحين بالتراب. والمداحون انواع، المداحون يمدح انسان يستحق المدح والثناء، هذا ما نعثوا في وجهه التراب. اما اذا كان لا يستحق المدح فيجب علينا ان نحثوا في وجهه التراب. ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. فمسألة الثلاثة الذين تخلفوا رضي الله عنهم عن غزوة تبوك، رماهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهم، ما عذرهم، ما قال أنتم معذورون، مع أنهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكنه أراد أن يؤدبهم فأدبهم عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب. قال: أولا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم، منع الناس من تكليمهم، ثم منع زوجاتهم من استقدامهم والكلام معهم والاستئناس بهم، ثم سلط عليهم بأن منعهم السفر ومنعهم الإقامة ومنعهم من كل خير علشان يرتدعوا، وكل واحد يأتي إلى صاحبه الذي يحبه ويعرفه: أسألك بالله، أتعلم أني لا أحب الله ولا أحب رسوله؟ فيقول هذا الصحابي الآخر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، ما أقول شيئا، ما أكل الأمر إلي، الله ورسوله أعلم، أنا ما أكلمك لأن الله نهاني عن تكليمك، لكن كوني أحكم عليك أنك تبغض الله وتبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما أدري عنه، الله ورسوله أعلم. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت من أجل أن يتأدبوا. ومنهم من أتى وخطاب من ملك غسان من ملك الروم، قال: تعال، علمنا أن صاحبك قلاك ولم يجعلك الله في منزلة مظلة وهوان، تعال لمن نواسيك ونكرمك ونجعلك جليسنا ومعنا. قال: هذه مصيبة عظمى، أروح من الرسول صلى الله عليه وسلم وأوالي هذا الكفار، هؤلاء الكفار؟ لا أبد. راح وحرق الخطاب الذي جاءه بالنار حتى لا يطري عليه يوم من الأيام يروح لموه، يخشى أن يستهويه الشيطان فيقول: ما دام جاك خطاب من الرجل رح رح وش عنده. الشيطان اللعين حريص على إغواء بني آدم. فهذا رضي الله عنه قال: لا أذهب ولا أبقي الخطاب عندي، بل أحرقه حتى ما يطرأ علي في يوم من الأيام أن أذهب إلى هذا الرجل رضي الله عنه. وهكذا الصحابة رضي الله عنه، فلما اختبرهم الله جل وعلا وأطال عليهم المدة 50 يوم، أتت البشارة من الله جل وعلا لرسوله في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا ما هم ثلاثة اللي خلفوا عن الغزوة، وإنما خلفوا في موضوعهم لينظر فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما يأمره الله جل وعلا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. لما تابوا رضي الله عنهم وأنابوا إلى الله تاب الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
فقد اشتملت هذه القصة على فوائد ومصالح عظيمة، منها هجر صاحب المعصية، منها منع الناس من تكليمه إذا كان صاحب معصية أصر عليها إذا وقع منه جرم، وهكذا شملت عليها قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن من الحكم والفوائد، من الحكم والفوائد الجسيمة، فنشير إلى بعضها. نعم. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. كل هذه سويدت من هذه القصة. ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. هو علي رضي الله عنه يأتي إلى أصحابه يقول: هل تعلمون أني عدو لله؟ هل تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ أسألكم بالله، هل تعلمون عني نفاق؟ قال: والله ورسوله أعلم، ما ندري حنا. فوض العلم إلى الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة كان يستشيرهم ويقول: أنا أحب الله ورسوله، ويقول: إنني لم أحضر بدر، لكن عندنا بيعة العقبة أهم وأعظم من بيعة من شهود بدر، فأنا ممن حضر العقبة، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت بعد بيعة العقبة يناصر الله ورسوله. أنا معلوم أني، وكان يلقي الشعر مدحا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام الحق، ولكن هذا تأديبا له وزجرا. نعم. ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. بيعة العقبة الثانية، العقبة فيها نصر للإسلام والمسلمين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر نتيجة البيعة، بيعة العقبة، لما بايعه الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار أن يناصروه ويمنعوا منه ما يمنعون عنه مزيرهم، يمنعونه كل عن كل شر رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي بيعة عظيمة حقق الله فيها النصر والتأييد للإسلام والمسلمين. وكان مالك بن ممن بايع بيعة العقبة. ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. بحسب المصلحة، إذا كان المصلحة في إظهار هذا المنكر الذي هو التخلف عن غزوة بدر أظهره، وإذا كان المصلحة في إخفاه أخفاه. فهو عليه الصلاة والسلام اختار لهم الأصلح والأكمل. ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. ومنها
أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا كان عليه الصلاة والسلام ما كان يسجل الصحابة رضي الله عنه في الديوان أو الجهاد، إذا أراد أن يخرج للجهاد أمر الناس بالخروج، فكان لا يتخلف إلا ضعيف أو مريض أو عاجز، ولا كلهم يتعين عليهم أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في غزوة تبوك ما كان فيه ديوان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لما وصل تبوك، قال ما فعل مالك، ما فعل، وينه؟ لو كان حاضر كان استجاب، لكنه ما كان حاضر. ويسأل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أين هم، لأنه لم يكن ديوان عليه يقرأ ويبين أن هذا تخلف عن الديوان وتخلف عن اسمه، لا. وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه. بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم انتهزوا فرصة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، ولم يتخلفوا، سوى هؤلاء الثلاثة تخلفوا وليس لهم عذر. فيجب على المسلم إذا انتهز فرصة، إذا حضرت فرصة انتهاء ينتهزها، أن يسارع إلى استجابة لها. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز، بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. كان يكون الرجل قادر على أن يقوم الليل فيترك هذه الفرصة، قادر لأن يتصدق، عنده دراهم، عنده سعة، فيمتنع عن الصدقة، قادر على أن يساعد هذا الرجل الذي أبدى له الرغبة في المحاجة فلم يستجب فرصة المساعدته فتركه، هذا قد يعاقبه الله جل وعلا، يمنع عنه الخير. قد يحب أن يتصدق فلا يجد دراهم، قد يحب أن يبذل من نفسه شيئا ما فلا يستطيع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الواجب على المسلم أن ينتهز الفرصة ويبادر في الاستجابة لدعوة الله ودعوة رسوله إلى الخير إذا قدر على ذلك وتيسرت له أسبابه، ما يقول إن شاء الله المرة الثانية أو بعدين أو بعدما أكبر أو بعد كذا أو بعد كذا، بل ينتهز هذه الفرصة ويبادر في العطاء لله وللرسول، ويبادر في الصدقة، ويبادر في الإحسان، ويبادر في نفع الخير وبذله حسب استطاعته. وهو كثير في القرآن، كثير هذا بالقرآن، أن الله جل وعلا يأمر بالخير فلا يمتثل العبد فيحرم من الامتثال مستقبلا. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة، إما مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا للخروج إلى تبوك، دعا للجهاد عليه الصلاة والسلام، ما تخلف عنه إلا واحد من ثلاثة، واحد منافق، وهذا ما في خير، تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، إما مغموص عليه بالنفاق أو لم يكن، أو رجل من أهل الأعذار تخلف لكونه مريض، لكونه أعرج، لكونه أعمى، لكونه ما يستطيع الخروج، هذا معذور. الثالث تخلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بالتخلف، أذن له بالبقاء في المدينة لغرض من أغراض، إما لأغراض خاصة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليرعى أهله وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف عليهم عليه الصلاة والسلام، ولكون السفر شاق والبعد ولا يدري هل يرجع ولا يرجع عليه الصلاة والسلام، فقال تبقى ترعى شؤون أهلك وأهلي، أهل علي رضي الله عنهم من هم؟ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهؤلاء الذين تخلفوا معذورون، أما من عداهم فهؤلاء ليس لهم عذر، فهذا لا يجوز أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن عليكم، علي وعليكم، بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ وإذا كان فيه فما العمل؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد أولا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فالنبي مات عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فقبر في بيت عائشة، وبيت عائشة لم يكن داخل المسجد وإنما خارجه، فلما مات عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنعون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أين يضعونه، فأتاهم الحديث
بأن قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، والنبي مات في بيت عائشة فقبر فيه. ثم لما أتى أبو بكر رضي الله عنه استأذن عائشة بأن يدفن مع صاحبه فدفن، فلم يبق في البيت إلا مكان قبر واحد، فأرادته عائشة رضي الله عنها يكون لها تقبر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أبوها. فلما مات عمر أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة قال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست للمؤمنين بأمير الآن، انتهت إمارتي، وإنما قل عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عمر رضي الله، ذهب عبد الله بن عمر واستأذن من عائشة وقالت: ما في إلا مكان قبر واحد، وأنا كنت أريده لنفسي، لكن ما دام طلبه مني عمر فعمر لا يرد له طلب، رضي الله عنها، فأعطته إياه. فجاء عمر، فجاء عبد الله إلى عمر قبل أن تخرج روحه فقال: ماذا قيل لك؟ قال: بما يسرك يا أمير المؤمنين، بما يسرك يفرحك أنها أذنت عائشة رضي الله عنها بأن تقبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان قبر أبي بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد في بيت عائشة. فلما وسع المسجد في حياة أبي، حياة عمر وبعده حياة عثمان رضي الله عنهم، لم يدخلوا مكان القبر في المسجد، بل جعلوه في ناحية مسور ولم يكن داخل المسجد. فلما وسع المسجد زمن عمر أخذ في الساعة من جهة اليمين، من جهة اليمين، من جهة الشرق، من جهة غربي المسجد. ثم وسع المسجد من جهة القبلة في عهد عثمان رضي الله عنه. فلما كان زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد في جهة القبر، فأدخل القبر وسور عليه بسور جيد ما يدخل في المسجد، واستجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، أحاط الله القبر النبوي بثلاثة جدران بحيث لا يستقبله أحد في المسجد. فلذا لما كان هذا الفعل استغربه الصحابة من بقي من السلف رضي الله عنهم الأئمة، وما كان بودهم أن يدخل في القبر، ودهم أن يوسع من نواحي عدة، نواحي ثلاث، نواحي ثلاث غير الساعة من جهة اليسار التي فيها الحجرة والقبر النبوي، لكن الله جل وعلا أراد ذلك، فحكم الوليد بن عبد الملك بأن يوسع المسجد النبوي من هذه الناحية، فوسع فدخلت الحجرة النبوية في قبر في المسجد النبوي. وكان الصحابة، كان السلف الصالح رضي الله عنهم الموجودون في زمن الوليد يكرهون ذلك، لكن لله في ذلك حكمة، أراد الله هذا فوسع من هذه الناحية. وأما من ناحية التوسعة السعودية فقد وسع من الخلف، ولم يأتوا إلى هذه الجهة إلا ما كان من قبل، كان من قبل التوسعة من جهة هذه الزيادة حرصا من الصحابة من كان في ذلك الوقت، الوليد بن عبد الملك ومن تبعه في توسعة المسجد النبوي من هذه الناحية. فكان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة دفن، وبيت عائشة لم يكن داخل المسجد، وإنما أدخل في ولاية عبد الوليد بن عبد الملك
رحمه الله وعفى الله عنا وعنكم وعنه وعن إخواننا المسلمين آمين. فدخل فيها وهو الصحابة ومن بقي من السلف الصالح لا يرضون بهذا، لكن لله في ذلك حكمة. يقول السائل: قلتم أنه إذا كان المسجد أصل بنائه غير طاعة الله يجب حرقه، فما حكم الكنائس التي تقلب إلى مساجد؟ أولا، الكنائس كانت مساجد بمثابة المساجد للنصارى، فكانوا يبنون الكنائس للصلاة فيها والعبادة، فإزالتها وإبعادها عن هذه الحال وجعلها بمثابة المساجد هذا حسن، لأن هذا قلب للمكان العبادة غير المشروعة لأن يكون مكان عبادة مشروعة. فكونها تبنى المساجد وتوضع في مكان الكنيسة إذا ألغيت الكنيسة هذا حسن ومطلوب، بخلاف ما بني على غير طاعة الله. فالكنائس الأصل أنها تبنى للصلاة فيه، للنصارى يصلون فيه، فلما استولى عليها المسلمون جعلوها مساجد لله جل وعلا. يقول السائل: بلادنا دولة كفار لكن المسلمون أكثر، ويباع في مدينتنا الخمر في بعض البيوت، هل يجوز لي أن أحرق هذه الكميات؟ هل يجوز لي أن أحرق هذا المكان متخفيا لنفسي خوف أن يراني العدو؟ إذا حان الوقت وصلح الوقت لأن تحرق فنعم، لكن إذا لم يحن الوقت الآن فلا يسوغ لك ذلك، لأنك تسبب على نفسك مشاكل وإتعاب لنفسك ولغيرك من المسلمين. أما إذا استولى المسلمون على هذه البلاد وحكموها فيجب إحراقها وإتلافها. يقول السائل: فلما أحرق قصر سعد عمر بن الخطاب هل فيه شيء من المخالفة؟ نعم، فيه تقبيل إقفال الباب، أحرقه لأنه يقفل الباب عن حاجة المسلمين، وهو بنى هذا القصر للإمارة، لم يبنوه لنفسه، لم يبنيه لنفسه، وإن بناه للإمارة، فلا يريد من الأمير أن يقفل على نفسه الأبواب ويبعد عن حاجة المسلمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.